وطبعا تيما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على التصدي لكل أشكال الاضطهاد الديني في مختلف أنحاء العالم. عموما للمزيد تنضم إلينا إريكا تشوسانو المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية. صباح الخير سيدة إريكا. مرحبا، كيفكم؟ تمام. في اليوم الأول للمؤتمر كانت هناك جلسات حوار تناقش واقع الاضطهاد الديني الذي يعاني منه أكثر من 70% من البشر. ما هي أبرز المواضيع التي سيناقشها المؤتمر؟ أولا شكرا جزيلا للاستضافة، وشكرا جزيلا أيضا لهذه الفرصة لنقاش موضوع مهم جدا. الحرية الدينية هي من أعلى أولويات الولايات المتحدة وجزء أساسي في سياستنا الخارجية. من المؤسف جدا أن نرى الكثير من المجتمعات يتعرضون للخطر وقتل واعتقال عشوائي بسبب رغبتهم لممارسة دينهم. فلذلك نحن سعداء جدا لنعقد هذا المؤتمر الوزاري، وخلال هذا المؤتمر سنناقش أبرز انتهاكات في حرية الأديان، وأيضا سنناقش الفرص لتعزيز الحرية الدينية ولمساعدة الضحايا والناجين وتعزيز يعني فرصة لحماية الحرية الدينية في العالم. طيب فيما يتعلق بالدول التي يتم استدعاؤها، هل هناك دول متهمة بممارسات قمعية ضد أقليات مشاركة هناك، أو هل ستستجيب لهذه الدعوات برأيك؟ يعني بالنسبة للمؤتمر، الذين يشاركون في هذا المؤتمر هم يعني يشتركون نفس الرغبة لتعزيز الحرية الدينية. كما أشرتم في النشرة، هناك 1000 شخصية من المجتمع المدني، من يعني قادة الدينيين، هناك أيضا أكثر من 100 وفد حكومي يعني تم الاستضافة لهم. فخلال هذا المؤتمر نحن سنناقش يعني هذه التحديات في الحرية الدينية. بالنسبة للدول يعني المتهمة لممارسات قمعية، نحن كما أشرتم يعني نصدر تقارير مفصل كل سنة، ونكتب يعني كل الأمثلة وانتهاكات والاستراتيجيات من جانب الولايات المتحدة لتحسين الوضع في كل هذه الدول. ولكن في هذا المؤتمر أيضا سيكون نقاش حول استراتيجيات لتحسين الحرية الدينية. طيب هل هناك خطط ربما لحماية التراث الثقافي للمواقع الدينية، خصوصا في الأماكن التي تشهد حروب ونزاعات مسلحة؟ نعم، يعني طبعا في التنمية، في برامج التنمية في أمريكا لدينا عدة برامج لتعزيز المواقع الثقافية والتراثية خاصة في أماكن يعاني من الحروب. على سبيل المثال، هناك عدة برنامج في سوريا وفي العراق في المناطق المحررة من داعش لترميم يعني هذه المواقع ولمساعدة الشعب لعودة إلى ديارهم مع بعد يعني تحريرهم من داعش. هناك برامج أخرى تراثية، يعني السفارات الأمريكية في كل أنحاء العالم لديها برامج محلية. فنحن نعتقد يعني تعزيز هذه المواقع التراثية أيضا مهم جدا لمساعدة ولتعزيز الحرية الدينية. طيب بالنسبة للمؤتمر كما تحدثت، يعني كثيرة هي المؤتمرات التي دعت إلى التعايش والتسامح بين الطوائف والأديان أيضا واحترام التعددية الدينية، ولكنها بقيت حبر على ورق. هل برأيك هذا المؤتمر ممكن أن يخرج بمخرجات جديدة أو مختلفة عن سابقاتها؟ نعم، نعتقد نعم، يعني هذا أول مرة في تاريخ يعني الولايات المتحدة نعقد مؤتمر وزاري في هذا الحجم، يعني أكبر مؤتمر وزاري حول موضوع حقوق الإنسان. فهذا شيء واحد. شيء ثاني أنه المؤتمر السابق السنة الماضية كان هناك الكثير من الإجراءات الجديدة والنتائج الإيجابية من هذا المؤتمر. لدينا الآن صندوق جديد لمساعدة الضحايا يتعرضون للاضطهاد. لدينا أيضا عدة مجالس في العالم، يعني هناك 10 مجالس من المجتمعات الدينية والمجتمع المدني ليناقشون الاستراتيجيات لتعزيز الحرية الدينية. وخلال هذا المؤتمر يعني نريد أن نوسع يعني هذه المجالس. كان السفير سام براونباك يتكلم عن دعوة الولايات المتحدة لتشكيل 100 مجلس
المجلس يعني حول الهوية الدينية. وأيضا اليوم الثالث في المؤتمر الولايات المتحدة ستعلن عن إجراءات جديدة ملموسة لتحسين هوية الأديان، وسندعو الحكومات الأخرى المشاركين للإعلان عن إجراءات جديدة أيضا. طيب سيدة إيريكا، يعني ماذا عن المشاركين من الضحايا؟ من هم أبرز الضحايا خلال الفترة السابقة، ولماذا يعني اخترتم هؤلاء الشخصيات تحديدا؟ نعم، هذا السؤال ممتاز. يعني جزء من هذا المؤتمر يعني السبب هو تسليط الضوء على انتهاكات في الحرية الدينية، فلذلك يعني سيكون هناك الكثير من الضحايا والناجين من يعني اتحاد الحرية الدينية. على سبيل المثال سنسمع من نادية مراد، وهي مشهورة وهي يزيدية وامرأة قوية جدا، وحصلت على جائزة نوبل بسبب عملها في حقوق الإنسان. سنسمع قصتها، وأيضا سنسمع قصص آخرين. يعني هذه القصص هي مهمة جدا في تشكيل وفي إلهام حركة عالمية لتحسين الحرية الدينية، فلذلك من المهم جدا أن نسمع هذه القصص. طيب كيف ترين دور الولايات المتحدة في تعزيز الحرية الدينية حول العالم؟ نعم، يعني الحرية الدينية هي واحد من الحقوق الأساسية في الولايات المتحدة، هي في الدستور الأمريكي. الحرية الدينية هي كانت يعني واحد من الأسباب الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة، فلذلك يعني هذه الحريات هي يعني جزء من الحياة الأمريكية، ونعتقد أنه كل الشعوب في العالم يستحقون هذه الحقوق، فلذلك الولايات المتحدة تعمل يعني مع كل الدول لتحسين الحرية الدينية من خلال هذا المؤتمر، ولكن أيضا من خلال عدة برامج أخرى في العالم. شكرا جزيلا لك. يعني أكيد الحرية الدينية هي مهمة وأحد أهم يعني ركائز حقوق الإنسان، حرية الدينية وحرية المعتقد. كنت معنا إيريكا تشوسانو المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية. شكرا على هذه المداخلة.